ثم منذ تقريبا 3 سنوات الآن هناك انطلاقة اقتصادية بيننا وبين دولة إيطاليا في جميع المشاريع الاقتصادية، ولعل أهمها شركة فيات. في نفس السياق وانتقل إلى النقطة الثانية، هي هذه الشراكة التي نشهدها اليوم والتي تتميز بنقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أننا سنستفيد من الخبرة الإيطالية في مجال الطب بصورة عامة والصحة بصورة عامة، ولعل المثال الآن الموجود أمامنا وهو المجمع الاستشفائي الإيطالي، وهو مجمع متكون من القطاع العام والقطاع الخاص. وأنتم تعلمون أنه في قانون الصحة 18-11 لا نفرق بها، وهناك أيضا بعض من التلميحات في هذا القانون بإمكانية وجود شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ولعل التجربة الإيطالية ستفيدنا في هذا المجال على الأقل.